أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ستة أركان. وهذه الأركان تارة تأتي جميعا في القرآن وتارة يأتي بعضها، وكثيرا ما يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله، من آمن بالله واليوم الآخر، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وتارة تأتي القرآن مجتمعة، مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.